السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده موقع اسمه سلايدز جي بي تي. سلايد يعني زي باوربوينت، بيعمل شرايح. وعندنا شات جي بي تي اللي هو الذكاء الاصطناعي، يعني أي حاجة تكتبها هيروح هو الشات جي بي تي ويبدأ يدور على المعلومات اللي عنده وبعد كده يقسمها على شرايح. طيب أنا هاجي هنا وأقول له أنا عايز تعمل لي حاجة عن شات جي بي تي برومت، وأقول له كرييت فنلاقي ان هو بدأ يعمل الشرائح بالشكل دوت. دي الاجندة انترودكشن وكل حاجة بيعمل لها كرييت للصور معاها وبيجيب لنا المصادر كمان. وفي الاخر عمل لي ملخص. تمام، تقدر تعمل شير للناس. تمام، يعني ابعت لكم الرابط دوت ويفتح معاكم، ماشي، او اعملوا داونلود. بيقول لو عايز تعمل داونلود هتدفع 2.5 دولار. هو بيدفع فلوس اصلا لشات جي بي تي عشان يعمل له الحاجه دي، فبالتالي لازم هو برضو يكسب. بس اتوقع 2.5 دي مش لدي بس، يعني هيبقى يعني في اشتراك مثلا. طيب خلينا نشوف البرايسنج عشان ما نظلموش. هي كان موجود في اول صفحة، او ان انت تدي الرابط للناس فالناس تقدر تدخل ويبقوا عارفين ده اتعمل في انهي موقع. بيقول لك فري، تقدر تعمل العدد لا نهائي من البرزنتيشن، تقدر تشيرهم بشكل سهل بس ما تقدرش تعمل داونلود. تمام، بير داونلود هيبقى ب2.5 للتحميله. كريت انليمتد برزنتيشن، يعني تقدر تعمل زي ما انت عايز، لكن ساعه التحميل ويقدر تسيفه باوربوينت او بي دي اف. طبعا لو حد بيكسب من موضوع الابحاث والبرزنتيشن والحاجات دي فده مبلغ بسيط جدا في مقابل ان انت تقدر تعمل برزنتيشن في ثواني في مواضيع ممكن ما تكونش متمكن منها. هو الصراحة معمولة بشكل كويس جدا يعني.